بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأذان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأذان، وبوب له بقوله: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، أي يؤذن بليل، وهذا طبعا في رمضان، يعني يؤذن قبل دخول الوقت حتى ينبه الناس على السحور. قال: فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم، عمرو ابن أم مكتوم، الرجل الأعمى التي نزلت فيه الآيات: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذه نزلت في عبد الله بن أم مكتوم، كان رجلا أعمى، وكان في مكة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يدعو صناديد قريش، فكان يأتي ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويريد أن يتعلم القرآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يميل قليلا إلى هؤلاء المشركين الصناديد لعلهم يسلموا فيسلم من خلفهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما شاف عبد الله بن أم مكتوم كان يعني يلح في الطلب في التعليم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه حتى يأتي إلى هؤلاء القوم. فالله سبحانه وتعالى أنزل قوله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، إلى آخر الآيات. ابن أم مكتوم كان من أوائل من هاجر إلى المدينة، فكان يؤذى في مكة، وهاجر بعد مصعب بن عمير، يعني بعد مصعب بن عمير كان مباشرة عبد الله بن أم مكتوم من هاجر إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وانشهر أنه كان من مؤذني رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان له بلال يؤذن له، وعبد الله بن أم مكتوم كان يؤذن كذلك، وكان أبو محذورة كان كذلك يؤذن لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الثلاثة كانوا مشهورين أنهم مؤذنوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهنا يريد الإمام البخاري أن يجعل في هذا الباب: هل يجوز للإنسان الأعمى أن يؤذن؟ فأورد الإمام البخاري قال: أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، يعني أن الأعمى لا يرى دخل الوقت إلا ما دخل الوقت، فإن كان هناك من يخبره بدخول الوقت فجاز له أن يؤذن، كما كان في عصر النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل ابن أم مكتوم مؤذنا. ابن أم مكتوم سبحان الله له يعني كان يعني في المدينة، استشهد في غزوة القادسية، شارك حتى في الغزوة مع سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، أرسله مع الجيش في غزوة في معركة القادسية سنة 15 للهجرة، وكان يحمل لواء المسلمين، يعني كانوا محوطين وهو يحمل اللواء رضي الله تعالى عنه. قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم كان ينادي إذا طلع الفجر. قال: وكان رجلا أعمى، يقول ابن عمر ثم قال: كان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي، يعني ما بيأذن حتى يقال له، يعني هناك من يخبره أصبحت أصبحت، يعني صار الصبح دخل، فلذلك كان يؤذن. هنا نستفيد من هذا الحديث أنه لا يكون هناك أذانان في المسجد إلا إذا كانت هناك مصلحة. شو المصلحة؟ مثلا في رمضان كما قلنا، كان في عصر النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن بلال في الأذان الأول، فالناس تعرف أذان بلال حتى نأكل ونشرب نتسحر، وأذان ابن أم مكتوم يعني طلع الفجر، فالناس كانت يعني مقيدة في هذا الأمر. واليوم في الحرمين هناك أذانان،
ليش؟ حتى يقوم الناس يتهيأوا، من أراد الصيام أو من أراد القيام، فموجود حتى الآن. فالعلماء قالوا إن كانت هناك مصلحة فيجوز ذلك، وإن لم تكن هناك مصلحة فلا يجوز ذلك أن يؤذن الإنسان مرتين. فلذلك لم يعني يتكرر الأذان إلا لمصلحة كما قلنا. كذلك نستفيد مشروعية أذان الأعمى. إنسان أعمى يقول له والله أنت ما بتأذن، فهل له أن يؤذن؟ مع أنه ذكرنا نحن فضل الأذان، قال له أن يؤذن إن كان من يخبره بدخول الوقت. كذلك مشروعية وجود مؤذنين في مسجد. المسجد هل ممكن يكون فيه مؤذنين؟ نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده بلال، وكان عنده ابن أم مكتوم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجعلهما يؤذنان في نفس المسجد. كذلك لا يجزئ الأذان إذا كان قبل الوقت. يعني ما في إنسان يجي يقول والله بعد للظهر خمس دقائق من أذن ومننتظر، لا، لا يجوز، لازم يدخل الوقت حتى يكون هناك الأذان. فمن شرط الأذان أن يدخل الوقت حتى تؤذن، إلا إذا كان هناك مصلحة كما قلنا في الليل أو قبل الفجر. هذا ما نستفيده من هذا الحديث، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.